مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الرابع الإعدادي. بالبداية وصلنا إلى صفحة 69 من كتاب الطالب. What do you think will happen؟ ماذا تعتقد أنه سوف يحدث؟ الموضوع الأساسي هنا هو شرح may و might. زين، رح نقرأ ونترجم. طبعا هاي المحادثة أنتوا عندكم إياها بالكتاب، أنا طبعتها طباعة ورح أترجمها لكم. I think people may live longer than that in the future because medicine has improved and continues to improve. أنا أعتقد بأن الناس ربما live يعيشون أطول than that in the future بالمستقبل because medicine بسبب أن الأدوية has improved. Improved بمعنى تطورت. And continues to improve وأيضا مستمرة بالتطور. Athletes are getting stronger because الرياضيين أصبحوا أقوى because they know how to train better لأن هم عرفوا كيف train يعني يتمرنون يتمرن better أفضل and because they eat healthier food يأكلون طعام أكثر صحي أكثر صحي يعني طعامهم نقول طعامهم أكثر صحي. I think athletes might continue to break speed record forever. أنا أعتقد بأن الرياضيين ربما continue يعني يستمرون بكسر speed recorder بمعنى السرعة المسجلة أكثر سرعة مسجلة يعني أكثر سرعة ممكن أنه يسجلوها. Heart diseases اللي هي أمراض القلب might not kill as many people ربما لن تقتل مثل الكثير من الناس in the future في المستقبل because people are taking more exercise giving up smoking in fact many diseases may disappear completely if this trend continues. زين خلني نجي نترجم سطر سطر. Because people are taking more exercise لأن الناس تأخذ المزيد من التمارين. Giving up هو التخلي عن التدخين. لأن الناس تخلت عن التدخين. In fact في الحقيقة many diseases أمراض كثيرة may disappear ربما تختفي. Completely يعني نهائيا. If this trend continues this trend بمعنى هذا الاتجاه او النزعة او هذا الميل اذا استمر يعني استمروا على هالمنوال اوكي راح تختفي الامراض. زين المهم هذا الموضوع هو مو لانه معاني لا وانما هو قواعد يريد يمهد لكم الى القاعدة. راح ننتقل الى قاعدة مهمة اللي هي may might. Talking about possible event التحدث عن الأحداث possible اللي ممكن حدوثها. هنا عندي شلون أتحدث عن الأشياء اللي ممكن حدوثها شو وقت تحدث هاي الأشياء بالمستقبل. يعني مثلا هنا عندي may و might may and might زائدا infinitive زائدا مصدر. زين خلينا نشوف شنو معناته مصدر. مصدر يعني خالي من أي إضافة. خلينا ناخذ مثال. People might live longer than that. الناس ممكن انه تعيش اطول من هذا. فpeople ناس فاعل. Might بمعنى ربما. نناسب نفس المعنى. ربما live يعيشون اطول من قبل. جملة اعتيادية فاعل may او might زائد فعل خالي من أي إضافة. اوكي انا لو انت هنا جوزي اوكي وهنا أنا أزرق ويا أزرق حتى يتميزوا. زين ممكن نأخذ مثال آخر. Many diseases الكثير من الأمراض. هيا فاعل. May disappear ربما تختفي completely تماما. زين خلينا نأخذ في حالة الإثبات والنفي وحالة الاستفهام. هاي القاعدة مهمة. إذن هي فاعل زائد may أو might زائدا فعل مجرد. هذا في حالة الإثبات. أما في حالة النفي فهي أحط not في صف may أو might يعني نفسه هنا أنا أحط يمها not. أرد أقول
خلينا نشوف مثلا may not be. خلينا نقول Jack may not be coming to see us tomorrow. Jack قد لا يأتي إلينا tomorrow غدا. إذن حطيت النط هنا أوكي بعد may. أيضا في حالة might أيضا الفعل not أيضا not بعد might. زين في حالة الاستفهام رح نستخدم might بيت might زائدا فعل زائدا فعل مجرد. خلينا نشوف إذا أنا كاتبة مثال أوكي might we come a bit later. هل بإمكاننا أوكي هل بإمكاننا أن نأتي بوقت متأخر. هذا في حالة الاستفهام بس قدمت المايت على الفاعل أوكي وراها الفعل. طبعا أنا كتبت القاعدة هنا مرة ثانية أوكي بس في الإنجليزي بس حتى تفهمون الفكرة. زين أنا شو كنت أستخدمها لما أنا أريد أخمن فتشي إنه فد إذن في الحدث رح يصير هو ربما يأتي ربما لا يأتي وهكذا. بعد شنو عندي مثلا هنا we may be late for the meeting. ربما احنا تأخرنا على الميتينج اللقاء معرفنا او الاجتماع. she may be tired. هي ربما متعبة. ف may زائدا فعل فعل infinitive خالي من اضافة ف be هو الفعل المصدر. زي خلينا ناخذ بعد امثلة. I might see you tomorrow. أني ربما أراك غدا. It looks nice. تبدو جميلة. But it might be very expensive. لكن هي ممكن أنها تكون غالية. It's quite bright. هي مشرقة نوعا ما. It might not rain today. ربما لن تمطر اليوم. راح تسألون شلون تجي الأسئلة. تجي الأسئلة مثلا فراغات. أوكي؟ أو مثلاً يقول صحح الفعل اللي بعد may أو might. انتبهوا الفعل لازم يكون مجرد. فتحفظون القاعدة هذا كل شيء. انتقلنا إلى صفحة 70 the history of the game بمعنى تاريخ الجيمز الألعاب. the Asian games هي الألعاب الآسيوية. took place بمعنى حدثت. For the first time حدثت for the first time لأول مرة in India وين في في 1951 في عام 1951 وتقرأ الأرقام 22 يعني 1951 only 11 countries فقط 11 من البلدان send athletes to the games فقط 11 countries من الدول أرسلت athletes هم الرياضيين أرسلتهم وين إلى الجيمز إلى الألعاب. And there were only 6 sports كان هناك فقط 6 رياضات. Over the years more countries have became involved بمعنى شاركت أو ساهمت بالألعاب. And more activities وأكثر نشاطات have been added. Added بمعنى أضيفت. Now the Asian Games is the second largest event. الآن الألعاب الآسيوية هي أكبر حدث ثاني أكبر حدث. أوكي ثاني أكبر حدث في العالم. After the Olympics بعد الألعاب الأولمبية. الأولمبيات. زين. ننتقل إلى the biggest Asian games أكبر الألعاب الأولمبية. In 15 Asian games took place in Doha. في 15 من الألعاب الآسيوية حدثت وين في الدوحة. الدوحة. قطر في قطر from 1 to 15 من 1 إلى 15 ديسمبر هو شهر 12. 2006 عام 2006 it was much bigger than the first games كانت أكبر من اللعبة الأولى in 1951 اللي أقيمت عام 1951. Athletes
from الرياضيين from 45 countries من 45 بلد participated شاركت أيضا أو ساهمت and there was 39 sports كانت 39 sports بمعنى رياضات people in 17 countries الناس ب 17 من البلدان were able to see the events كانوا قادرين على رؤية الايفنت يعني هذا الحدث on television على التلفاز خلينا نقول الأحداث The 16 Asian Games الألعاب الآسيوية 16 took place بمعنى يعني حدثت in Guangzhou طبعا هو اسم مكان في تشاينا في الصين from من 27 نوفمبر من 27 نوفمبر 2010 عام 2010 it was the biggest game so كانت هي أكبر مسابقة so far it was the biggest games so far كانت هي أكبر الألعاب so far يعني لحد الآن إلى الآن with مع 9701 athletes رياضيين competing in 476 events إذا قلنا مع 9701 رياضي ينافس ب 476 حدث رح نكمل ترجمة preparing for the games بمعنى التحضير إلى الألعاب preparing for the games the organizers build 11 new sports venues بمعنى أماكن المنظمين بنوا 11 new sport venue بمعنى أماكن للرياضة زين and improved the facilities at 42 others improved يعني طوروا facilities بمعنى المنشآت at 42 others the 42 آخرين athletes was able to stay in a new Asian Games town athletes الرياضيين were able to stay قادرين على البقاء في مدينة الألعاب الآسيوية the local airport was improved airport بمعنى المطار المحلي improved يعني تطوره and a new high speed railway built high speed railway يعني سكة حديد عالية السرعة built بنيت حتى تأخذ the spectators بمعنى المشاهدين نكتب مشاهدون أو المشاهدين okay. and athletes quickly والرياضيين بسرعة to the events إلى الموقع اللي يصير فيه الأحداث يعني events إلى الأحداث أو قصد المباريات but organizers needed more than buildings لكن المنظمين احتاجوا أكثر من مبنى planes and trains وطائرات وترينز قطار they also looked for 60,000 people to help during the game هم ايضا بحثوا عن 60,000 من الناس خلال الالعاب these volunteers يعني
المتطوعين. متطوعين. Did various things. سووا أنواع متعددة. Such as مثل taking spectators حتى يأخذون المشاهدين. To their seats. نانتي أوكي. Seat بمعنى الكراسي. يأخذوهم للكراسي مالتهم. Checking their ticket. هنا كراسي عدلت التي. Checking their tickets. يدققون البطائق مالتهم. مع سفر. And giving information. يعطيهم معلومات. And directions. واتجاهات. نكمل. Celebrations هو الاحتفالات. A lot of events take place before and after the games. الكثير من الأحداث تحدث قبل وبعد games الألعاب. One of the most exciting was واحدة من الأكثر حماسية هي torch relay. هو أنه أشخاص يحملون شعلة okay, ويفترون بيها. It was a celebration of friendship and unity. إنها احتفالية للصداقة والوحدة. The torch was lit at the Great Wall of China. Torch هي هاي الشعلة. Was lit يعني تشعل في على حائط عظيم للصين. On 9 October في 9 من شهر أكتوبر. And carried round. Carried يعني تحمل. 23 cities ب 23 دولة by a total of total بمجموع 2000.068 runners بمجموع 2068 runners record. The amazing opening and closing الافتتاحية خلينا نقول الافتتاحية opening opening تفتح تفتح وتغلق ceremonies الاحتفالات. were held along اللي تقام على طول the Pearl River. هذا river نهر نهر Pearl. with fireworks and around 6,000 performance acting, singing and dancing. With fireworks بمعنى ألعاب نارية وحوالي 6,000 performers يعني عرض. Acting التمثيل وsinging الغناء ودانسينج الرقص. رقص التمثيل singing الغناء. زين آخر شيء say hello to the sporty goats بمعنى قل مرحبا إلى الماعز الرياضي. خلينا نشوف شنو هذا الماعز الرياضي. كتبت لكم المعنى مالتها أو جالبة الحظ أيضا. The mascot هو التعويذة أو التميمة أو جالبة الحظ ل 16 من الألعاب الأولمبية كانت هي 5 sporty goats 5 من الماعز الرياضي. In Chinese tradition بالتقاليد الصينية the goat is symbol for great luck. الماعز هو رمز للحظ الجيد الحظ العظيم أو الجيد نفس and happiness السعادة. The mascot job عمل هاي التعويذة was to help people learn about the game. ساعد حتى الناس يتعلمون عن المباريات. And remember that the game are all about sport and friendship. والألعاب كلها عن رياضة و friendship الصداقة. زين بعد ما قرينا القطعة وترجمناها راح ننتقل إلى 104 طبعا جدا جدا مهمة. What
do these numbers refer to؟ هذه الأرقام إلى ماذا تشير؟ Scan the article on the student's book page 70 and 71 and write the answers on the lines. يريد من عندي شو يسوي؟ يقول انظر إلى المقالة الموجودة بكتاب الطالب اللي صفحة 70 و 71 وأكتب إجابات على الخطوط. يعني مثلا مطينا عام 1951 كاتب انه السنة الاول العاب اسيوية فرح جياني 1951 year of the first Asian games 11 يعني السطر اللي رقمه 11 راح نحسب من اول سطر الان اصار رقم 11 او 11 هو number of countries in the first Asian games هو عدد البلدان اللي مشاركة بالالعاب الاسيوية 6 number of sports in the first Asian games هو عدد sports الرياضات بالألعاب الآسيوية أول ألعاب آسيوية 45 number of countries in the 5th Asian games 39 number of sports in the 5th Asian games عدد الرياضات اللي بالألعاب الآسيوية اللي رقمها 15 اوكي بالنسبة ل 45 بالنسبة ل 39 47 number of countries that showed the game on television عدد البلدان اللي عرضت العاب على التلفاز 2006 a year of the 5th Asian games هو السنة للألعاب الآسيوية اللي رقمها 15 زين 9700 4 هو number of athletes competing in the 2010 games هو عدد الرياضيين اللي تنافسوا سنة 2010 و 476 the number of events in these games هو عدد الأحداث اللي صارت بالألعاب انتقلنا إلى B هنا عندي مجموعة من الكلمات كل اللي عليكم انه تعرفون المعاني مالتها participated بمعنى يشارك spectator بمعنى مشاهد wide variety تشكيلة واسعة prepare يحضر organizer هو المنظم و statue هو التمثال فقط تحفظوها لا اكثر زين عندنا مجموعة من الاسئلة ايضا كتبتها لكم جدا جدا مهمة عن القطعة طبعا هاي الأسئلة تجيكم بالامتحان هي والتمارين اللي حليتها قبل هو وهذا التمرين زين تعالوا خلنا نقرأ ونترجم number one where the first Asian game أين كان أول ألعاب آسيوية in India في الهند number two where did the biggest Asian games take place أين أقيمت أو حدثت أكبر ألعاب آسيوية إن دوحة قطر دوحة في قطر 3. What four sports were played at the Asian Games for the first time in 2010 ما هي الأربع لعبات اللي لعبت في الألعاب الآسيوية لأول مرة سنة 2010 هي كراكت هي لعبة الكراكت دراغون بوت ريزينج هو سباق الزوارق التنانين ودانس سبورت هو رياضة الرقص and رولر سبورت هي رياضة التزلج 4. Where did the athletes stay? وين يبقون الرياضيين? In the new Asian Games town بالمدينة الجديدة المدينة الجديدة للألعاب الآسيوية 5. What did the volunteers do during the 2010 games? ماذا يفعل المتطوعين خلال ألعاب 2010؟ They take spectators their seats. يأخذ المشاهدين إلى المقاعد مالتهم. Checking their tickets. يتفحصون التيكتات يعني البطائق مالتهم. And give information and directions. يعطون المعلومات و أو الوجهة يعني الاتجاهات. What's happened during the torch relay?
what happened, ماذا حدث في torch relay, يعني إشعال الشعلة. Fireworks and about 6,000 performance acting, بحوالي 6,000 أدي acting, تمثيل, singing, غناء و dancing, رقص. 7. What was the mascot for the 6th Asian Games? ما هي التعويذة للألعاب الآسيوية اللي رقمها 16؟ The five sporty goat, هو الماعز الرياضي. طبعا تتذكرون هنا من قرينا five sporty goats, okay, هم الماعز الرياضي. إذا هذا كان الحل. لا تنسون هاي التمارين اللي قريناها كلش كلش مهمة. من راح نحل الاكتيفيتي بوك ما راح نتطرق إلها لأنه أنا حليتها هنا. شكرا لكم, لا تنسون تشتركون بالقناة. مع السلامة.